تتوارى الحكايات خلف البنايات القديمة، يتحدث الماضي وراء الجدران، ويبوح الزمان بأسراره داخل أقدم القصور التاريخية بمدينة الإسكندرية، قصر رأس الدين. أول قصر شيده محمد علي باشا وسط منطقة ساحلية اشتهرت وقت بناء استراحته بزراعة أشجار التين، ليتخذ القصر اسم سراي رأس التين. لم يتبقى من القصر الذي شيده محمد علي سوى البوابة الشرقية وما تحويه من أعمدة جرانيتية وشرات وآيات قرآنية وحكم ومأثورات خالدة. لم تزل عتبة البوابة على حالها، يحيطها أسدان يتوسطهما كتل رخامية تحوي طيوراً ودروعاً ونسرين متقابلين يحيطان باسم محمد علي. يستقبلنا سلم التشريفات الرخامي ذو السياج المصنوع من النحاس المشغول، فيقودنا للوصول إلى الدور الرئيسي. نمضي محاطين بمظاهر الأبهات الملكية لنلتقي بالبهو الرئيسي المميز بالأعمدة الرومانية والزخارف الذهبية والأبليك النحاسية المزينة بشعار المملكة المصرية. في الجوار يزدان الجدار بلوحة زيتية كبيرة تعبر عن صيد الأسود، يبدو المكان كما لو كان تحفة من زمن ألف ليلة وليلة. نمضي قدماً باتجاه الصالة القوطية التي تم إنشاؤها في عهد الخديوي إسماعيل والمستوحاة من طبيعة الأبنية الكنسية الأوروبية إبان العصور الوسطى، حيث يعلن الطراز القوطي عن نفسه من خلال الأقواس البارزة والعقود المروحية والدعائم الطائرة، هذا فضلاً عن الزخارف المصنوعة من الجبس في أعلى الحوائط والأسقف. تحتوي القاعة القوطية على صالونين لانتظار الضيوف، يربط بينهما باب داخلي وشرفة. ولا أجمل من اللوحات الزيتية، تلك التي تجلت فيها ملامح مريم المجدلية، أما تلك فلوحة أخرى تعبر عن عصر الاضطهاد المسيحي. ويتميز هذا الصالون بلوحة من الجوبلان وعدد من التماثيل البرونزية المستوحاة من الأساطير اليونانية. والآن إلى قاعة العرش. أنشئت هذه القاعة الرائعة في عهد الملك فؤاد، وكان الهدف منها توقيع الاتفاقات وإصدار القرارات الملكية وحلف اليمين. تمتاز قاعة العرش بطابعها العربي الإسلامي، هنا تتجلى آيات الذكر الحكيم وتتراءى لنا أبيات الشعر والأقوال المأثورة في كل ركن. تبهر الأعين تلك النجفة ذات الطراز العربي الإسلامي بإشعاعاتها النورانية وسط هالة زخرفية قل أن يوجد لمثلها نظير. إبداعات السقف والحوائط جمال ولا أروع. تتدلى القناديل أينما سرنا، تزهو القاعة بشبابيك الجبس المضاءة وتنفرد بوجود وجهين لكل باب فيها، وجه خارجي بزخرف مسيحي الطابع يفتح على القاعة القوطية، ووجه داخلي يناسب الطابع الإسلامي المميز لقاعة العرش. كما تنفرد الأرضيات بالتداخل الفني المؤلف من أخشاب الأرو والزان والمجنو والورد والأبانوس. نمضي الآن باتجاه القاعة الرخامية، تلك التي أنشئت في عهد الملك فؤاد والمصممة على الطراز الروماني القديم، وتتميز بأعمدتها الحجرية ولوحاتها الجدارية المستوحاة من الأساطير اليونانية الرومانية.
تشتهر القاعة الرخامية بأبوابها الحديدية المجهولة التي تحيط بضلعي القاعة ومكتوب عليها الحرف الأول من اسم الملك. إذا ما انتقلنا إلى غرفة المكتب الخاص بالملك، شاهدنا بانوراما من الزخارف مع إطلالة فريدة من الشرفة إلى حدائق القصر. هنالك عدد من التحف الفنية، من بينها مدفأة رخامية تعلوها ساعة نحاسية، ويجلس عليها بوسيدون إله البحر عند الإغريق. هنا أنشأ الملك فؤاد لضيوفه قاعة الطعام الرئيسية، وتتميز بوجود منضدة خشبية يحيط بها 24 كرسياً يزينها التاج الملكي. زينت القاعة بلوحات زيتية تتضمن العديد من رسوم الطعام والزهور والفاكهة، ولا تخلو اللوحات من شعار المملكة المصرية بما يتماشى مع الغرض الذي أسست من أجله تلك القاعة، التي تتميز أركان سقفها الأربعة بوجود الحرف الأول من اسم الملك فؤاد الأول. تحت قبة القاعة المستديرة تتردد أصداء الأفراح والليالي الملاح، غير أننا هنا بصدد قبتين لا قبة واحدة، إحداها قبة خارجية يراها المتجه للقصر من الخارج، وأخرى داخلية مصنوعة من الرصاص. نطالع الآن بانوراما حية من اللوحات الزيتية، وهي تحاكي الإنجازات التي تمت في عهد محمد علي، من تكوين أول جيش نظامي إلى إنشاء أقوى أسطول بحري، ومن النهوض بالزراعة والري إلى النهضة العلمية بإرسال البعثات التعليمية للدول الأوروبية. من وسط القبة تتدلى نجفة ضخمة، نطالع إبداعات التشكيل النحاسي المزين بأروع أشكال الكريستال. أما أشكال الأرضيات المصنعة من البركيه المطعم بالصدف الحر فجمال يفوق حد الوصف. نمضي الآن إلى حيث يوجد جناح الملك. للجناح ثلاثة أبواب تفتح كلها على الممر الرئيسي للقصر، ويتكون من غرفة المكتب وبداخلها مكتب وكرسي الملك يعلوه المونوغرام الملكي. في الجوار مدفأة من الرخام الأبيض. تعلو زوايا الغرفة أربعة قباب صغرى تتدلى منها وحدات للإضاءة. داخل هذه الغرفة كان ينام الملك، وغير بعيد يقع الحمام الملكي المميز بأشغال الرخام والألباستر النادر، وإبداعات من الفسيفساء ودواليب من الفضة لتعقيم وتدفئة الملابس. يأخذنا التجوال إلى جناح الملكة. ينقسم الجناح إلى ثلاثة أقسام. صالون نادر يوجد به مدفأة من أندر وأجود أنواع الرخام تعلوها ساعة من البرونز، مع مجموعة رائعة من الأباليك ونجفة من النحاس المشغول، ولا يخلو المشهد من لوحات جدارية تعبر عن الريف الأوروبي. ومن الصالون نمضي إلى حجرة النوم الأثرية. تحتوي الغرفة على كنبة وكرسيين من طراز لويس الخامس عشر، وتتميز بوسائدها المحشوة بريش النعام، وتتوسط الغرفة منضدة سحرية يمكن فتحها لتصبح صالحة للعب البريدج والرولات. يتميز حمام الملكة الصيني الطراز بوجود غرفة تجهيز قبل وبعد الاستحمام، تحفة فنية ترقى لمستوى الجماد الأنثوي الملكي.
لهذا الصالون من اسمه نصيب، إنه صالون العلم. هنا يتجلى علم المملكة المصرية القديم تحت السقف المزين برسوم من زمن الأساطير اليونانية، وسط زخارف الجبس المذهبة التي تجسد عدداً من الآلات الموسيقية، تستقبلك الجدران بباقة من الرسوم الحائطية، تلك التي تمثل عظمة المرأة المصرية حين تلد فتهب مولودها فداءً لمصر. جانب من صالون العلم يستخدم حالياً كقاعة كبرى للمؤتمرات الصحفية أثناء الزيارات الرسمية للملوك والرؤساء. من صالون العلم نصل إلى قاعة الطعام. خصصت هذه القاعة للملكة وضيوفها، وتتميز بسقفها البيضوي المضاء مع واحدة من أجمل مدافئ القصر، وسط بانوراما رائعة من الزخارف الفنية والمقتنيات الأثرية. خلف هذه الأسوار الشاهقة أجبر الخديوي إسماعيل على الرحيل عن مصر عام 1879، وفيه وقع الملك فاروق وثيقة تنازله عن عرش مصر يوم 26 من يوليو عام 1952، ليرحل عبر هذا الميناء على متن يخت المحروسة إلى حيث منفاه الأخير، ليشهد هذا القصر شروق وغروب شمس أسرة محمد علي، وليبقى شاهداً على حقبة مفصلية من تاريخ مصر. قصر رأس التين، تاج البحر المتوسط.